بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الطلاب، هنبتدي نشر المحاضرات بتاعتنا عن طريق الفيديو، مش بس للظروف اللي احنا بنمر بيها وإن شاء الله مصر تتعافى بخير، لكن للظروف اللي دايما هتبقى عندكم في المكتبة. المحاضرات دي بعد إن شاء الله ما الظروف نمر بيها وتعدي على خير هتبقى موجودة في مكتبة الكلية. ده chapter 1 chapter 2 اللي هو بنتكلم فيه عن الأورثوغرافيك بروجيكشن. أورثوغرافيك بروجيكشن معناه إسقاط الجسم 3 dimension على ورقة 2 dimension اللي هي اللوحة أو السكرين بتاعت الكمبيوتر. لها قواعد هنتعلمها، كم صورة تكفي لإيضاح معالم الجسم، إيه أساميهم، إيه الاتجاهات بتاعتهم، هيتحطوا اللوكيشن بتاعهم جنب بعض إزاي، كل ده هنتعلمه من Theory of Projection Theory. Projection Theory بتقول لي الآتي: The Projection Theory is to graphically represent a 3D object on 2D media اللي هي اللوحة بتاعتنا بيبر شيت أو الكمبيوتر سكرين. بنحول الجسم بتاعنا 3 dimension اللي هو محوره X و Y و Z إلى 2 dimension views اللي أي واحد فيهم هيبقى يا إما X و Y يا إما X و Z يا إما Y و Z. الكلام ده واحدة، ولكن من الأول بنقول ايه الحاجات اللي احنا هنصادفها. الاوبجكتيف بتاعنا من الثيري اوف بروجكشن نمره واحد ان احنا هنتعلم ان احنا نرسم او نعبر عن الشكل الايزومتريك اللي هو 3 دايمنشن بثلاث صور او بثلاثه فيوز، واحد اسمه اليفيشن والتاني بلان والتاني سايد فيو. هنعرف بيتجابوا ازاي وايه الدايركشنز بتاعتهم. الاول هنتعلم الكلام ده باستخدام ان هيكون مساعدني ومديني الايزومتريك جنبي علشان اقدر انمي الايماجينيشن. الخطوه اللي بعد كده الستيب اللي بعد كده هيلغي وجود ال 3 دايمنشن ايزومتريك ويديني 2 فيوز ويطلب مني استنتاج التالت. وهنا الجزء ده بيكون بيعودني قد ايه انا اتعلمت ايماجينيشن، قد ايه انا بتخيل صح، قد ايه انا ايدنتيفاي كل ايتم مكانه فين، سواء في الصوره الاولانيه اللي اسمها اليفيشن او في الثانيه البلان او في الثالثه اللي هي السايد فيو. اللي بعد كده واهم من كل دول هو استخدام الام سي كيو كونسبت في عمليه الرسم. الام سي كيو المهندس في الدنيا كل الرسم الهندسي هدفه هدفين اساسيين. الهدف الاولاني سكيل دروينج اللي هي مهاره الرسم. المهاره دي بتيجي باستخدام الادوات العاديه، المسطره واللوحه والبرجل والحاجات ديت، وكمان باستخدام الاوتوكاد الكمبيوتر والشاشه بتاعته. دولت المهندس بيحتاجهم، وكمان ما ننساش ان الفري هاند سكتش من اهم الحاجات اللي المهندس بيحتاجها. لكن اكتر شيء بيتقابل معاه المهندس هو عملية reading drawing اللي دولت الاتنين دول بيدوني skill drawing، لكن ال MCQ concept ده بيديني how to read a drawing. وطبعا المهندس في الموقع بتبقى جاياله اللوحة مرسومة وعايز يقراها، هنا شباك هنا باب، ده ارتفاعه كذا، ده عرضه كذا، ده ورا ده قدام ده. يبقى احنا في المهندس بتاعنا بيقابله الريدنج دروينج يمكن اكتر كتير من السكيل دروينج، ولذلك التركيز كله على ان احنا نفهم الام سي كيو كونسبت، وهو ده كمان بيبقى بيسهل كتير عمليه الامتحانات ان احنا نحط امتحانات كتير، اسئله كتير، ايدياز كتير بنختبرك في كل واحده من دول. نبدا نخش دلوقتي هنتكلم عن ازاي بنسقط الشكل بتاعنا ال 3 dimension الى ثلاث صور elevation وبلان وسايد فيو. لو بصينا للشكل بتاعنا في الفراغ له ثلاث محاور بتوعه، المحاور الرئيسية
محور الاكس ومحور الواي ومحور الزد، وليكن الشكل الاخضر ده بتاعنا هو اللي احنا عايزين نجيب الصور بتاعته. هنبص في الاتجاه ده اتجاه الاكس وهنسميه السايد فيو لانه الجانبي، وبنسقط اسقاط عمودي على اللوحة الزرقاء دي. هنلاقي قدامنا ادي الشكل بتاعنا، المربع الازرق ده اسقط اهو، او المستطيل ده اسقط مستطيل، ثم المستطيل اللي في الجنب ده هو اسقط، ادي المستطيل التاني ده اهو اسقط، وكمان المستطيل التالت. دي الاشكال اللي قدامنا كل الظاهرة. الشكل ده بنسميه سايد فيو. اما نبص في الاتجاه ده اتجاه الواي، يعني اللوحة بتاعتنا بتبقى محاورها الاكس والزد، ده هنسميه الاليفيشن. زي ما استخدمنا هنا ادي المستوى الازرق ده اللي على هيئة زاوية دي اهو، لكن الجزء المستخبي الكسرة المستخبية دهيت عشان انا مش شايفها، فاي حاجة انا مش شايفها بعبر عنها بخط هيدن لاين. ده الهيدن لاين لان انا مش شايفها، لكن هنا في السايد فيو لما انا بصيت من هنا انا الكسرة دي كنت شايفها، ولذلك هنا بدأت ظهرت ستريت، لكن الكسرة دي في الاليفيشن انا مش شايفها فعبرت عنها بالهيدن لاين. يبقى الهيدن لاين بيعبر عن الاجزاء اللي ما بشوفهاش مباشرة لكن متأكد انها موجودة، والستريت لاين بيعبر لي عن الحاجات اللي شايفها مباشرة. لو بصيت من فوق في اتجاه الزد، يعني اللوحة بتاعتي هتبقى اسمها اكس وواي، ده هيديني حاجة اسمها البلان. ادي اسقط الشكل الازرق ده اهو كله ظاهر قدام عيني، ثم الجزء الثاني اللي هو المستطيل ده جنبه كله ظاهر قدام عيني. طيب الثلاثة دولت عبرت عنهم بإليفيشن اللي هو ده، المحاور بتاعته الاكس والزد، السايد فيو المحاور بتاعته الواي والزد، البلان المحاور بتاعته الاكس والواي. احطهم ازاي؟ جنب بعض، ورا بعض، فوق بعض؟ قال لك هنحطهم بالعلاقات اللي بينهم، العلاقات اللي بينهم بتاعت الابعاد. انا لو بصيت كده الاقي ان الاليفيشن اللي هو اكس وزد والسايد فيو اللي هو واي وزد الاتنين مشتركين في الزد، فاحطهم جنب بعض. والاليفيشن اللي هو الاكس والزد والبلان اللي هو الاكس والواي الاتنين مشتركين في الاكس، فاحطهم تحت بعض بالصورة اللي الالاينمنت اوف ذا فيوز هو ده. ادي المحاور بتاعتي بتاعت اي شكل، الاكس والواي والزد. هنا هنعبر عن الاليفيشن، ادي نقطة الاصل وادي اتجاه الاكس وادي اتجاه الزد. جنبه هحط السايد فيو، ادي نقطة الاصل بتاعتنا وادي الواي وادي الواي وادي الزد. هنا الكومن بتاعنا الزد بين الاليفيشن والسايد فيو، والبلان المحاور بتاعته الاكس والواي، وادي نقطة الاصل اهي فهحطها تحت الاليفيشن. هنراجع تاني الجسم اللي احنا اخدناه. لما انا بصيت له كده اليفيشن لقيت الصورة دي اللي طلعت لي، وطبعا ما ننساش ان الكسرة اللي موجودة هنا دي عبرت عنها بالخط الهيدن لاين. وبعدين بصيت ادي السايد فيو قدامي اهو، لان محاوره حطيته هنا لان محاوره هي الواي والزد، وادي البلان حطيته تحت لان محاوره هي الاكس والواي. ليه اتحطوا كده؟ زي ما قلت لك عشان العلاقة اللي بين الابعاد. تعال نشوفها ونتأكد منها اهو. في البلان الدبث بتاعه اللي هو البعد واي نفس البعد واي اللي في السايد فيو بس بيلف 90 درجة. هنا الويدث البعد اكس بتاع البلان هو هو بتاع الاليفيشن، ولذلك حطيناهم فوق بعض. وكمان الهايت اللي هو الزد بتاع الاليفيشن هو هو الهايت بتاع السايد فيو، ولذلك حطيناهم قدام بعض عشان يسهل منهم عملية البروجيكشن ان انا اسقط الخطوط بدل ما اقيس. دلوقتي قبل ما نشوف ازاي بنسقط الجسم وازاي نتعلم المهارات دي، هنتكلم عن الاليمنتس اللي بيتكون منها اي شكل هندسي. واحنا بس نركز ان الجزء ده او الشابتر ده هو
يمكن بيتشرح على المواد السوليد الميكانيكية الاستخدام. فأي جسم هندسي any engineering body can be divided into one of the following elements. طبعا في elements تانية كتير بس دولت اللي هم أكثر استخداما. أول واحدة السلندر. السلندر بتاعتنا ممكن تكون regular cylinder معاها هولو أو ما فيهاش هولو، وممكن تكون composite cylinder بالشكل ده. ديت بتبقى لها ديامتر واحد خارجي وديامتر داخلي، لكن دي لها عدة ديامترز. تاني جزء البيز، أي قاعدة بنبني عليها الاستراكشر بتاعنا. البيز ممكن بتبقى لها regular shape طالع منها ثقوب أو فيها ثقوب، أو ممكن تبقى irregular shape لها أشكال عدة، لكن هنستخدم الأمثلة البسيطة الآن. دايما الجسم بتاعنا بيبقى مكون من قاعدة بيتبنى عليها الاستراكشر، يعني الاستراكشر الأجزاء التانية أعلى في الهواء، أعلى من الاسطوان، أعلى من البيز. أداة الربط بينهم عشان نربطهم هي دي اللي بنسميها الويب. الويب ده بتبقى أداة ربط الفلوتينج بوديز اللي في الهواء مع البيز على ارتفاعات معينة. ولذلك الويبس دي بيبقى لها ثيكنس وبتاخد أشكال الجسم اللي هتسنده، الفانكشن بتاعتها. يعني لو الجسم ده اسطوانة عايز أمسكها من القطر بتاعها أو من السطح بتاعها، يبقى بحط لها ويب بشكل ده اللي هو في الشيب ده اللي هتنام فيه الاسطوانة. ولو كان جسم هيتسند بطوله بس يبقى بحط لها، فالويب هياخد أشكال كتيرة، لكن هنعرف إن هو جسم ساند بيسند الجسم الفلوتينج، بيلحمه مع القاعدة على ارتفاع معين. الارتفاعات ديت بتبقى هي الدايمنشنز بتاعة الويب. هنبدأ أولا بالريجولار سيلندر. الريجولار سيلندر دي لما هنبصلها في الثلاث اتجاهات، الاتجاه ده الاليفيشن، الاتجاه ده السايد فيو، والاتجاه الآخر ده البلان. ادي اتجاه الاليفيشن، ادي اتجاه السايد فيو، ادي اتجاه البلان. يا ترى هتبل ازاي الاسطوانه؟ ادي الاسطوانه اهي. فانا لو بصيت لها اليفيشن الاسطوانه هتبل ريكتانجل اهو. ابعاده البعد ده هو الديامتر الخارجي، وده هو الارتفاع الهايت بتاع السلندر. ولو بصيت لها سايد فيو هتبل ايضا ريكتانجل. البعد ده اللي هو الديامتر الخارجي، وده هوت اللي هو الهايت، سيميلر لده بالظبط. اما لو بصيت لها من البلان هتبان لي سيركل بالديامتر الخارجي. اما الانر هول او الانر سيلندر اللي هي الفاضيه المجوفه، لو بصيت لها في الاليفيشن هتبان لي ريكتانجل بس هيدن لاين، لان انا مش شايفه. بانه بعد؟ بالارتفاع بتاع الاسطوانه والديامتر الصغير بتاع الهول. نفس الكلام في السايد فيو، انما لو بصيت لها من البلان هتبان لي سيركل. من الثلاث مناظر دولت، الاليفيشن والسايد فيو والبلان، يتضح ان دايما السلندر بتظهر مرتين ريكتانجل ومره سيركل حسب اتجاه المحور بتاعها. لو اتجاه المحور بتاعها في اتجاه الزد فبتبان سيركل في المسقط اللي ما فيهوش زد، اللي هو ده اكس وواي اللي هو في البلان، وهكذا. لو كانت المحور بتاعها في اتجاه الواي هتبان في الاليفيشن سيركل، ولو كان المحور بتاعها في اتجاه الاكس هتبان في السايد فيو سيركل. لكن عموما السلندر شيء جميل بتقول لي انا مرتين ببان ريكتانجولر ومره ببان سيركل. انا بركز هنا ليه مرتين ومره؟ لان الهدف بتاعنا فيما بعد هو ان انا بيديني مسقطين واجيب التالت. فانا عارف ان التلات اجابات بتوع السلندر ريكتانجولر سيركل. فلو هو مديني ريكتانجولر وسيركل يبقى مخبي عليا الريكتانجولر الثاني، لو مديني ريكتانجولر وريكتانجولر يبقى مخبي عليا السيركل. عظيم. هنبص ونشوف الكومبوزيت سلندر. كومبوزيت سلندر اللي هي لها اكتر من دايامتر زي دي،
ديت جزء سلندر اهي لها ديامتر خارجي وديامتر داخلي، متركبه مع واحده تانيه لها تو ديفرنس ديامتر عن دول، والاثنين جسم واحد. وعشان اوضح الصوره ديت ونشوفها اليفيشن ونشوفها بلان ونشوفها سايد فيو، تعالى نلف الجزء ده علشان نتاكد من الشكل بتاعنا ده. اهي ادي الشكل ان لها ديفرنت ديامتر. يلا بينا نشوف اسقاط الكومبوزيت سلندر. ايه ادي الكومبوزيت سلندر، لو بصيت لها المره دي في الاليفيشن عشان المحور بتاعها موازي للواي هتبان سيركل. السيركل الاولانيه دي اللي هي بتاعه الديامتر الكبير ده هو، وفي بطنها السيركل الثانيه ديت، جميل، وجواها السيركل بتاعه الديامتر الهولو بتاع دي. انما الديامتر الخارجي بتاع الاسطوانه الثانيه هيبان هيدن لاين لان هو بتوين التو دايامترز دول، فبتوين التو دايامترز دول انا مش هشوف حاجه، يبقى هبان هيدن لاين. انما جوه الهول ديت انا شفت السلندر اللي جوه دي سيركل. طيب انا دلوقتي لما ابص لها بقى سايد فيو وما ابص لها بلان، اكيد 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 كلنا عارفين الاجابه، هنا ريكتانجلر وهنا ريكتانجلر، بس ابعاده بتختلف حسب الابعاد اللي عندنا. لو بصيت للاسطوانه الكبيره في السايد فيو هتبان الاوتر ريكتانجلر ده اللي هو البعد ده هو الطول بتاع الهيد بتاع السلندر، والبعد ده اللي هو الديامتر بتاعها. وايضا في البلان هتبان بنفس الكيفيه بس لفه 90 درجه. ادي البعد ده اللي هو الديامتر اللي هو ده هوت، والبعد ده اللي هو المسافه او الارتفاع بتاع الجزء الاسطواني. نشوف الاسطوانه اللي ورا، الاسطوانه اللي ورا بتاعتنا هي هتبان برضو مستطيل، البعد بتاعه طول الاسطوانه، والبعد الثاني ده الديامتر بتاعها اللي هو الديامتر الهيدن ده. في البلان نفس الكلام، صوره طبق الاصل بس لفه 90 درجه، لان احنا عارفين احنا قلنا الاسطوانه بتبان مرتين ريكتانجل ومره سيركل. نيجي بقى بعد ما خلصنا الاوتر فريم بتاع الاسطوانه دي والاسطوانه دي نشوف الانر فريم، وطالما انر يبقى هيبان هيدن. طبعا دي اسطوانه مفرغه يبقى هتبان هيدن لاين بالعمق بتاعها اللي هو ده، وبالديامتر بتاعها اللي هو ده، وتبان ايضا في البلان نفس فوتو كوبي منها بس لفه 90 درجه. ليه لفه 90 درجه؟ لان في السايد فيو ادي اتجاه الواي، في البلان ادي اتجاه الواي، العلاقه بينهم لفين 90 درجه. طيب الانر بتاعت الاسطوانه اللي هنا اللي جوه دي برضو ما دام انر يبقى هتبان هيدن بالطول بالعمق بتاعها كله اللي هو ماسك من وش الاسطوانه دي لاخر الاسطوانه دي، وبالديامتر بتاعها اللي هو الديامتر ده، وفي البلان هتبان برضو ايضا نفس الكلام. هنا وضحت الكومبوزيت سلندر اللي متكونه من اكتر من دايامتر، واللي فاتت كانت اللي هي السلندر العادي الريجولر. نشوف بقى القاعده، ده مثال بسيط عن البيز. البيز هنا انا عاملها ريجولر شيب عاديه خالص، فلما ابص في السايد في الاليفيشن هلاقي المستطيل ده بالبعد ده كله اكس والارتفاع ده الزد اهو قدامي، ونفس المستطيل لو بصيت له في البلان هيبان لي بالبعد اكس اللي هو نفس الاكس ده اللي هو ده، والبعد واي اللي هو ده. اذا السايد فيو هيبان لي بالارتفاع زد ده وصاده، وبالبعد واي اللي هو كل الجريد اهو. فيها ايه البيس كمان؟ فيها تو سلندرز اهو، جميل. اما بص في الاليفيشن السلندر دي والسلندر ديت الاوتر بتاعهم هيبانوا، او نشوفهم في البلان هيبانوا سيركلز، لكن في الاليفيشن هيبان الاوتر بتاعهم ريكتانجلر ستريت، وفي السايد فيو هيبانوا واحد بس. هنا بانوا اتنين اهم، لان اتنين في السايد فيو ده ورا ده تمام يبقى مستخبي وراه، اما الهول بتاعتهم هتبان ريكتانجلر هيدن. وتملي الهول بتبقى للاخر خالص الا لو قال لك ان ديت هول ديبث كذا. طالما ما قالكش ديبث كذا، لو كان قال لك ديبث 3 يبقى هتقيس من هنا 3 وتعمل خط هيدن، ما قالكش يبقى خلينا دلوقتي
في العملية البسيطة اللي هي بتبقى واصلة للآخر. بعد كده الوصل بين هنشوف دلوقتي عندنا جسم هو مكون من ثلاث حاجات، بيز وسلندر، والجسم ده اللي هنسميه ساند او فيما بعد هنديله اسم ويب. الفانكشن بتاعته بيقوي الوصله بين الاسطوانه وبين البيز، بان كل المنطقه دي بتبقى لحام، مش بس السلندر المحيط بتاعها هو اللي ملحوم، لا ده كل المنطقه دي بتبقى دي لحام ودي لحام. تعال نبص للشكل ده، وقبل ما نشتغله نقول والله رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. يلا بينا ننزل او نسقط جسم جسم. ناخد الجسم الاولاني الازرق ده اللي هو البيز، اهو لو انا بصيت له في الاليفيشن هيبان بالطول ده اللي هو الاكس والارتفاع ده اللي هو الزد اهو، ولو بصيت له في السايد فيو هيبان اهو بالبعد ده اللي هو الواي ونفس الارتفاع الزد، ولو بصيت له في البلان هيبان بالصورة بتاعته اللي هو جزء ريكتانجلر وجزء الهاف سيركل بتاعتنا. تمام، نبص للجزء الثاني اللي هو السلندر، والسلندر دي ما احلاها، خلاص عرفناها مرتين ريكتانجلر ومره سيركل، اكيد سيركل هنا في الايه؟ في البلان، لكن في الاليفيشن ادي الاوتر ريكتانجلر اللي هو البعد ده اللي بيمثل الاوتر دايمتر، والارتفاع ده بيمثل الهايت بتاع السلندر، نفسه هيبقى فوتوكوبي منه في السايد فيو، لانها السلندر لها نفس الارتفاع ولها نفس الدايمتر. انما في البلان هتبان سيركل الاوتر سلندر، هتبان السيركل بالدايمتر الكبير، والانر سلندر هتبان بالسيركل اللي بالدايمتر الصغير. الهول بقى في الاليفيشن، طالما هول طالما انر يبقى هتبان ريكتانجولر هيدن، تمام، بارتفاع الاسطوانه والدايمتر الصغير، المسافه اللي بين الاثنين دولت هي الدايمتر الصغير، انما الارتفاع ده الارتفاع بتاع الجسم كله طالما ما قاليش ان الدبس بتاع الهول ده كذا. اظن في السايد فيو نفس الكلام، نفس الكلام، الهول ادي نفس الكلام. جميل، ادي خلصنا الجسم نمره 2، خلصنا البيز نمره 1، السلندر نمره 2. تعال بقى نشوف الجسم الساند ده اللي بنسميه الويب، واللي احنا قلنا عليه ان هو بيقوي الوصله بين الاسطوانه وبين البيز. لما نشوفه في الاليفيشن هيبان لي خط واصل من النقطه دي للارتفاع ده اهو، ولما نشوفه في السايد فيو هيبان لي عباره عن مستطيل بيعبر عن التخانه بتاعته والارتفاع بتاعه، الارتفاع بتاعه وقف هنا وادي التخانه بتاعته، وفي البلان هيبان لي برضه مستطيل بيعبر عن التخانه وبيعبر عن البعد بتاعه في اتجاه الاكس اللي هو من اول هنا لغايه هنا. نلاحظ ان الويب ده زي ما قلنا الاسطوانه بتظهر مرتين مستطيل ومره سيركل، الويب ده له قاعده كمان بيظهر مره مساحه ومرتين سمك. الويب بيظهر مره مساحه بشكله الحقيقي بالمساحه الحقيقيه ومرتين سمك. جميل، دلوقتي هنتكلم عن شكل سطح التلامس بين جسمين مع بعض. لما أي جسمين بيتقطعوا مع بعض شكل التلامس اللي بينهم بيبقى، لو التلامس ده التانجنت والانترسكشن. لو كان التلامس جنتلي بين الجسمين بنسميه بيبقى تانجنت مماثله، ولو كان زي الشكل اللي قدامنا ده أدي السطح بتاعنا ده هنا هوت، في عندنا ده الجزء ده كيرف، فهنبص نلاقي في المساقط الثانية المسقط ده والمسقط الثاني مفيش هنا لاين، وهنا برضو ايضا مفيش لاين، لان ده جنتلي سموز تانجنت، السطح ده مع السطح ده الاثنين ماشيين وكأنهم سطح واحد، عشان كده مفيش خطوط. اما لو كان التقاطع بين الجسمين هارد كده كات بالشكل ده هوت، فهنبص نلاقي قصاد هنا ديت بتبقى في لاين بتاع الانترسكشن، وقصاد ديت بيبقى هنا في لاين انترسكشن. مهمة جدا عملية الفينشنج بتاع الاسطح، عملية الاسطح اللي بين دولت هنا
الشكل ده علشان الشكل السطح ده ممتد سموز تانجنت، فهنا مفيش لاين وهنا ايضا مفيش لاين، انما هنا عشان الدايركشن اتغير فبقى هنا في لاين وبقى هنا في لاين لان ده انترسكشن. ده الفرق بين الاسطح مع بعض لما بتتقطع انترسكشن ولما بتتقطع تانجنت. هنوضح الكلام في الصوره اللي جايه دي. لو عندي اسطوانه وعندي جسم كده ماسكها وليكن نسميه ويب او لنكن بيسميه بيز او وات ايفر، لو انا بصيت للكلام ده ادي الاسطوانه، ادي الاسطوانه اهي بانت مستطيل ريكتانجل، وكمان الجسم بتاعنا بان مستطيل اهو. شكل التماس هنا او شكل السطح هنا او شكل الفينيشنج بتاع الحته دي هو ده اللي احنا بنتكلم عنه. طيب برضو في السايد فيو ادي الاسطوانه بانت مستطيل وادي الشكل بتاعنا اهوت بان بالعرض ده، والكسره دي والكسره ديت هم الخطين دول. وادي في البلان الاسطوانه بانت سيركل والجسم بتاعنا تانجنت ده. اذا طالما هنا مفيش خط لان ده سطح تانجنت، وهنا ايضا مفيش خط لانه سطح تانجنت نو لاين، وهنا برضو مفيش خط لانه سطح تانجنت، بس لازم نعمل حاجه مهمه جدا. عمليه التانجنت دي تنتهي بكيرف، الكيرف ده اللي هو نهايه امتداد الجسم ده مع الاسطوانه بيبقى تانجنت اهو، وننهيه هنا تانجنت. بيجي بناخد النقطه ديت ونطلع بيها فوق وبنعمل فيلت بره التخانه، وهنا برضو ناخد النقطه دي والنقطه ديت واللي فيهم 90 درجه ونعمل هنا كيرف، وهنا كيرف تانجنت اوت اوف الثيكنس لبره، اللي هو الريبريزنتيشن بتاع مستوى التقاطع او سطح التقاطع ده. ان التقاطع بين الاثنين انترسكشن، اكيد دلوقتي كله عارف الاجابه ان هيبقى في خط فاصل بين المستويين اهو. هنشوف دلوقتي هنا قصاد الحته ديت في خط فاصل اهو، خط هنطلع بيه وهيبقى فيه هنا خط لان ده فاصل بين المستويين، انما في المره اللي فاتت كان المستوى ممتد وبيبقى بيمس الاسطوانه جنتلي فكانش فيه، كان فيه كيرف. هنا برضو ادي الخط وادي الخط، يبقى ده الانترسيك خط او مستوى التقاطع. هنتكلم دلوقتي عن الويب والفانكشنز بتاعت الويب اللي احنا قلنا عليها، وقلنا الويبس دي بتبقى عباره عن اداه تثبيت لشكل فلوتنج وليكن اللي هي السلندر اللي قدامنا مع البيز. عايز اثبت السلندر دي مع البيز دي على الارتفاع ده، فلازم اخليها تنام على حاجه او في اجسام سانده اللي هي الويب. الويب ده ممكن يكون شكل واحد حاجة واحدة، أو ممكن يكون اتنين، أو ممكن يكون تلاتة، أو ممكن يكون أربعة، كل ده حسب متانة الكونكشن اللي أنا عايز أعملها وحسب الأبعاد بتاعة الأسطوانة. فلو أنا بصيت، لو أنا استخدمت بين الأسطوانة دي والبيز دي ويب واحد بس ماسك على المحيط بتاعها، ده اللي بنسميه التانجنت ويب اللي هو في الوضع ده، فبيمس الاسطوانه هنا مماس، ما بيبقاش فيه سطح تقاطع. لو انا حبيت استخدم ده وده الاثنين مع بعض، واحد بيمسكها تانجنت والتاني بيمسكها بالعرض، وبيبقوا الاثنين مع بعض بنسميه تي كونكشن. لو استخدمت ده وده وده مع بعض يبقى تي كونكشن من الجهتين. لو استخدمت التانجنت و ده وده من هنا، التقاطع بتاعهم ده بنسميه الكروس كونكشن. الحتة دي بالذات بتبقى عايزة عناية مركزة، وعايزة ان انا افهم نهاية اسطح التماس شكلها ايه، لان هي الحتة دي تملي بتبقى موضع امتحانات. ادي الثلاث مساقط بتوعنا. السطح بتاعنا هنا ده عشان تانجنت، يبقى لازم لما ينتهي بالفيلت ده. الفيلت ده اجيبه منين؟ من نقطة التماس وامشي بيها كده لقدام، وما اقفلش الثيكنس بتاع الويب، لا، لأن دولت الاتنين دولت بيعتبروا سطح واحد وبعمل له الايه؟ الفيلت. نفس الكلام في البلان، الويب اهو التخانة بتاعته والويب اهو التخانة بتاعته، التقاطع مع الاسطوانة مفيش تقاطع، دولت ايه؟ تانجنت، يبقى لازم انهيها بالفيلت. ادي الفيلتس ده، الكيرف ده
والكيرف ده اللي بيعبره عن شكل التماس هنا. بجيب البعد النقطة دي منين؟ برضو بجيبها من نقطة التانجنت والفها 90 درجة عشان ادخل الويب داخل لغاية فين. حتة كمان المهمة جدا ان تملي الاجسام بتاعتنا دي كلها كاستنج، يعني جسم واحد، يبقى مفيش خط بين الاسطوانة وبين الويب لانهم جسم واحد، لان وجود خط معناه فاصل بين سطحين. فاللي انا هاخد بالي منه برضو ان في المنطقة ديت مفيش الخط بتاع امتداد الاسطوانة، لان هنا في الخط امتداد الاسطوانة، الاسطوانة ممتدة اهي، انما هنا الاسطوانة ماشية لغاية الويب وبعدين ماشية من وراه، فالمنطقة ديت مفيش لا خط لا هيدن ولا ستريت. نفس الكلام مهم جدا الكروس كونكشن بتاعت التو ويبس، كروس كونكشن بتاعت التو ويبس، الحتة دي كلها مفتوحة على بعضها، لا في لا خط ستريت ولا خط هيدن. ليه؟ وجود خط معناه فاصل بين مستويين، فلو في خط هنا يبقى الويب ده على ارتفاع معين، السطح ده على ارتفاع معين والسطح التاني على ارتفاع تاني، لو الاتنين الارتفاعات مختلفة الاسطوانة مش ايه؟ مش هتبقى ستيبل، مش كده؟ انما عشان الاسطوانة تبقى ستيبل وتبقى في اتجاه طولي واحد يبقى لازم يكونوا دولت اسطح مهمة. فلازم تاخد بالك ان الكروس ويب ما بيبقاش بينهم خطوط لا هيدن ولا ستريت، الويب التانجنت مع الاسطوانة ما فيهوش بينه وبين الاسطوانة ما فيش خط، النهايات بتاعت الويب التانجنت بتبقى بفلت. اوكي يلا بينا نخش على الامثلة وعلى الاستفادة. الامثلة اللي احنا هنعملها دلوقتي هنبدأ بالنوع الاول اللي هو هيديني these examples are designed to demonstrate identifying the three orthographic views من المجسم، وكمان هنطبق عليه طريقة الـ MCQ. هنا الأمثلة الأولانية هيكون مديني المجسم الهندسي وبيطلب مني الثلاث مساقط، هنحلها بأسلوبين، يا إما يديني المجسم وأنا أرسم الثلاث مساقط يبقى ده السكيل دروينج، يا إما يديني المجسم ومجموعة مساقط وأنا ايدنتيفاي ويتش الفيوز الرايت أو الكوريكت، ده بنسميه الـ MCQ كونسبت، يبقى أنا كمان جنب مهارة السكيل بشوف مهارة الريدنج. يلا بينا نبدأ بمثال زي ده. Draw the three projection views for the given isometric. ادي الجسم بتاعنا اهو. قبل ما نبدأ اتكلم لازم اخد وقت معين ان انا اقسم، اعمل اناليسز للجسم ده، يا ترى ده متكون من كام يونت، عشان لما اشتغل يونت باي يونت في الثلاثة فيوز. ابص هنا واقول ادي بارت 1. بارت 1 ده اللي هو الجزء ده، لو بصيت له اليفيشن هيبان لي ايه؟ هيبان لي مستطيل بالارتفاع 2 يونت في الزد وكل اليونت في الاكس اللي هو ده، لكن هنا في ايدج وهنا في ايدج، دي على بعد 4 من قدام وعلى بعد 4 من ورا، والايدج دي انا شايفها يبقى هتبان ستريت لاين. لو انا بصيت لليونت 1 دي في السايد فيو هتبان لي المستطيل ده اللي هو بالبعد ده في الواي والبعد نفسه في الزد 2، لكن الكسرة ديت انا مش شايفها، اللي هي بتبدأ من 1 يونت من قدام من هنا وبتنتهي على السطح ده 3 يونت، انا مش شايفها فهتترسم هيدن لاين. لو انا بصيت لبارت 1 في البلان اللي هيبان لي اللي هو الاكس والواي، ادي البلان بان لي المنظر ده، ثم الخط اللي موجود ده اللي هو على بعد 1 ادي الخط بتاعنا. كده خلصت يونت 1. لما تشتغل اشتغل يونت باي يونت، بارت باي بارت، بعد كده اشوف بارت 2 اللي هو الجسم الكبير ده الوول اللي ورا دي. اما ابص لها في الاليفيشن هتبان لي بادئه منين؟ بادئه من النقطه دي اللي هي هنا على بعد 1، اهي بدات من هنا على بعد 1 وانتهت قبليها وكمان في النص دايره. طب لما ابص لها سايد فيو
هتبان لي المستطيل ده اللي اخد الارتفاع بتاع الزد واخد في اتجاه الواي 2 يونت اهي، تمام. لكن فاضل لي حاجه، فاضل لي الراسم بتاع الاسطوانه اللي هو مع نقطه الانقلاب بتاعتها، هيبان قصاد النقطه دي خط هيدل لاين. اما بص اللي يبقى بارت 2 في البلان، هيبان لي مستطيل بادئ من النقطه دي اللي هي تحت النقطه دي اهي، واخد واي قد ايه؟ 2 لقدام، يبقى من هنا اخد 2 لقدام، ادي المستطيل بتاعي. فاضل له ايه؟ فاضل له الكسره دي والكسره دي اللي هم تغيير المستوى، الايدج بتاع الهاف بتاع النص الاسطوانه والايدج بتاعت نص الاسطوانه، اروح نازل بيهم خطين. جميل جدا. بعد كده فاضل لي ايه؟ فاضل لي بارت 3 وبارت 4. الحقيقه انا عملتهم هعملهم مع بعض لانهم سيميلر لبعض. اما بص في الاليفيشن، بارت 3 ده هيبان لي الشكل ده اللي قدامي مستطيل بادئ من الكورنر ده اللي على بعد 2، ماشي، وتخنته 1 وارتفاعه 3 اهو، بادئ من الكورنر ده اللي على بعد 2 وارتفاعه 3 وتخنته 1، واحد هنا والتاني هنا. اما بص لهم في السايد فيو هيبان لي خط بيبدأ من النقطة دي اللي على بعد 1 من هنا، وبينتهي عند النقطة دي اللي على بعد 3 من هنا، ادي الواحد وادي التلاتة، ورحت موصل بينهم. اما بص لهم في البلان هيقولوا لي مستطيلات اهو، تحت الاخضر ده مستطيل، والبعد بتاعه في الواي ادي الايه 5 يونت، 1 2 3 4 5، والتاني زيه. هنا الطريقة بتاعتي واللي بركز عليها بقول انك انت تعمل ستيب باي ستيب، بارت باي بارت. لو انت رحت مشتغل الاليفيشن كله مرة واحدة وبعدين تيجي تدور على السايد فيو كله مرة واحدة، اكيد هيحصل ميستيك. انما كل واحد اعمله بارت 1 اعمله في التلاتة فيوز، بارت 2 اعمله في التلاتة فيوز، بارت 3 اعمله في التلاتة فيوز، وهكذا. هنشوف السؤال ده، ده اداني مهارة الرسم. هنشوف السؤال ده لو جه ام سي كيو اللي هو مهاره سكيل دروينج وريدنج دروينج ازاي؟ اهو. For the given isometric view identify the correct views from the illustrated below. مديني المجسم، مديني مجموعه representing elevations، مجموعه representing side views، مجموعه ريبريزنتنج بلانس، وبيقول لي مين الصح ومين الغلط. النصيحه اللي بقولها هنا بقى مهمه جدا جدا جدا، لان هو ده الشغل اللي بيبين لي الامتحان، بيبين لي الطالب فاهم اكتر ولا مش فاهم. وفي نفس الوقت على فكره هقول لك على حاجه مفاجاه في الاخر مهمه جدا، لابد انك انت تطلع. انا دلوقتي بركز في الاليفيشن، هبص في الاليفيشن وابص لدول اشوف مين الخطا الاول، تملي اطلع الاخطاء الاول. انا بصيت كده اهو الاقي الله ده هنا فيه خطا. ايه الخطا اللي موجود في الحته ديت؟ ان الخط ده مش موجود اللي هو بتاع اسقاط الجزء ده، يبقى اذا المسقط ده غلط. نبص للتاني، الله ده المسقط ده فيه الخط ده هيدن والخط ده هيدن، لكن انا هنا بشوفهم ستريت، اذا ده غلط. ولو بصيت للمسقط ده اهو الاقي ان ارتفاع الويب مختلف، الويب هنا ده مرتفع 3، هنا مدوني مرتفع 4، وهنا مدوني مرتفع 4. بعد ما طلعت ده غلط وطلعت ده غلط وطلعت ده غلط، يبقى هو ده الصح كمان اراجع عليه، لان ممكن تبقى في الاجابه هنا ان هو ممكن ما يبقاش واحد من دول، يبقى اذا وضحت ان الاجابه بتاعتي اهي اديت الاجابه الصح. ابص للسايد فيو، السايد فيو هيطلع لي المستطيل والمستطيل والخط المنقط والمثلث ده والخط المنقط بتاع الاسطوانه. ابص للمساله الاولانيه دي، الله ده مفيش هنا الخط بتاع الاسطوانه اللي هو بتاع سطح الراسم بتاع الاسطوانه، يبقى ده غلط. ابص لدهيت الاقي ان الخط الهيدن ده وصل للاخر مع ان هو قبلها بواحد، يبقى ده غلط. ما بص للصورة ديت الاقي ان هنا في غلطة، ايه الغلطة؟
ان مفيش فاصل بين المستويين دول، لا ده هنا في خط اهو، لان ده مستوى وده مستوى، عشان كده الخط موجود بين الاثنين. اذن المسقط اللي فاضل ده هو المسقط الصح. نبص للبلان وركز فيه وشوف. ابص للصورة الاولانية دي الاقي فيها غلطة هنا اهي، ان الخط هنا موجود على الوش، لكن الخط ده مش موجود على الوش، ده داخل لجوه مسافة واحد، زي ده زي ده زي ده، اذا المسقط ده غلط. ابص هنا هوت لده هوت، الاقي ده مكان الويب ومكان الويب دولت المفروض ماشيين مع الفتحة دي، ماشيين اهو من هنا واحد وبعدين تخانة واحد، اهي من هنا واحد وبعدين ديت، دولت ماشيين بره الجسم اهو، هنا شايفين ده ماشي من هنا اتنين، ده هنا ماشي واحد، اذا دول غلط. اما بص لده هوت، الله ده الفتحة بتاعتنا ديت بتمشي تلاتة، انما هنا ماشيها اكتر من تلاتة، اذا المسقط بتاعي ده هو الصح. مهم جدا في حل مسائل الام سي كيو الدقة المتناهية، وانك تطلع الاخطاء اولا وبعدين يتفضل لك ده الاجابة. وخد بالك بقى هنا تملي بتبقى لو هو ده السؤال معاك وهو هو مع زميلك، بتبقى اجاباتك انت مثلا دي ودي ودي هما اللي صح، ممكن زميلك يبقى ده وده وده، زميلك التاني ده وده وده هوت، وهكذا. يعني ممكن نعمل تبديل وتوفيق، والطريقة ديت بتمنع الغش تماما عشان محترمة ومنحبوها. ناخد مثال تاني جديد، مديني مجسم الهندسي وعايز ارسم التلات مساقط. اتفقنا ايه؟ اتفقنا ان احنا نقسم الشغل بتاعنا الى كذا ايتم. ادي بارت 1، بارت 1 ده لما اشوفه في الاليفيشن هيبان لي الشكل ده هوت بتاع البيز اهو، تمام. ولما اشوفه في السايد فيو هيبان لي مستطيل بنفس الارتفاع زد، وكمان الكسره دي لابد ان هو يكون خط هيدن لاين. ولما اشوفه في البلان هيبان لي مستطيل بالاكس دي وبالواي دي، وكمان تحت الكسره دي وتحت الكسره دي وتحت الكسره دي وتحت الكسره دي خطوط هيدن لاين، لان انا باصص من فوق فكل الكسرات دي انا مش شايفها. كده بارت 1 تمام 100%. نخش على بارت 2 اللي هو الجزء ده اللي هو الوول دي اللي فيها هول وهول. اما نبص لها في الاليفيشن اهيت، وربع دايره من هنا وربع دايره من هناك ودايره هنا ودايره هنا. اما نشوفها في السايد فيو هتبان لي عباره عن مستطيل بالارتفاع زد ده وبالسمك واي واحد بادئ من ورا اهو، والاسطوانه دي ودي الاتنين مع بعض هيبانوا خطوط هيدن لاين، ادي واحدة ادي واحدة. لكن هنا في غلطة، عشان انا رسمت يونت 1 او بارت 1 كامل، هنا السطحين دول مستوى واحد، اذا لابد ان انا اصلح خطأي، والخط ده لازم يتمسح. يتمسح اه مسحته، يبقى اذا ادي الجزء ده طبعا انا عملته من البداية على اساس كنت برسم بارت 1 لوحديها، لما جيت ركبت بارت 2 يبقى والاثنين دول مستوى واحد، يبقى اصلح الاخطاء اللي انا قمت بيها. لو انا بقى بصيت لبارت 2 في البلان هيبان مستطيل اهوت بالواي بتاعته واحد، ومكان الاسطوانه ديت هتبقى فيه هيدن، الهيدن اللي نازل من هنا ده هيبقى تحت ده ما يبانش، لكن اللي نازل من هنا هيبان، واللي نازل من هنا تحت ده مش هيبان، لكن اللي نازل من هنا هو ده اللي هيبان. يلا بينا بعد كده على بارت 3 اللي هو الاسطوانه. والاسطوانه دي ما احلاها، وقلنا عليها انها بتبان مرتين ريكتانجل ومره سيركل. لما ابص لها في الاليفيشن اكيد اكيد باينه ريكتانجلر اهي، ريكتانجل بالارتفاع زد اللي هو ده، وبالعرض بتاعها الاكس اللي هي الديامتر الكبير، وجواها الهول بتاعتنا عشان ما قاليش ان دبس كام، يبقى بوصلها لاخر حاجه.
العمق بتاعها والديامتر الصغير. اظن في السايد فيو هتبقى كوبي فوتو كوبي منها بس على مسافة واحد من هنا، مسافة واي واحد من هنا اهي. اما في البلان طبعا معروفة الاجابة ان هتبان سيركل وسيركل. نيجي لبارت 4 اللي هو الويب ده، واحنا اتفقنا الويب بيبان مرة مساحة ومرتين سمك. انا ما ابص له في الاليفيشن هيبان سمك، سمك اهو طول ما هو بره الاسطوانة ستريت، لانه من فوق الاسطوانة لغاية هنا هو مكتمل اشوفه ستريت. ودي غلطة كبيرة جدا الكلام ده، بقى الويب ده لو وقف لغاية الاسطوانة ما يبقاش ساندها، ده لابد ان هو يكون نازل للارض عشان يلحمها، عشان يحقق لحام بين الاسطوانة والبيز والوول. اذا هو نازل من ورا الاسطوانة، فبقى هيبقى من ورا الاسطوانة هيبان ايه؟ هيدن لاين. اما اشوفه في السايد فيو هيبان خط واصل من اول الاسطوانة لغاية الارتفاع زد اللي هو هنا، اللي هو بان هنا بالمساحة، انما هنا بان الويب بالسمك. تحت هيبان سمك واصل من فين؟ من الايدج دي للايدج بتاعت الاسطوانة تحت الويب اهو اهو. بكده يبقى عملنا يونت باي يونت، ولما تظهر لي ميستيك اصلحها. تعال نشوف المثال ده لو حل. مديني المثال اهو وبيقول لي ان اختار المساقط الصح. على فكره ممكن تبقى في خانه هنا نن، يعني لو ولا واحد من دول. اتفقنا ان الحل بتاعنا في المكان في الحاجات ديت بيبقى على طول بان انا اطلع الاخطاء. ابص الاول صوره كده واتحقق، الاقي ان هنا في غلط، ان الويب مش واصل للاخر، هو واصل لغايه الايدج، اذا دي غلط. ابص لتاني صوره الاقي ان الويب واقف لغايه الاسطوانه، المفروض ينزل لغايه القاعده هيد اللاين زي ده، يبقى دي غلط. ابص لتالت صوره الاقي ان الهول بتاعت الاسطوانه الانر سلندر مش واصله لغايه الاخر، ده عامل لها دبس معين رغم ان هو مش مديني دبس، اذا ده غلط. الغلطه بتاعته ان الويب مش واصل للاخر، ده غلط ان الويب مش من ورا الاسطوانه مش باين هيدن، ده غلط ان الهول مش واصله للاخر. اذا ده اللي صح، واتاكد ان الغلطه اللي هنا موجوده هنا، والغلطه اللي هنا متصححه هنا، والغلطه اللي هنا متصححه هنا، اذا هي الاجابه دي صح، يبقى هو ده الدي. اشوف السايد فيو وابص للسايد فيو، اشوف اول واحد ده، الله ده في غلطه ان الانر سلندر مش واصله للاخر. الثاني ان الايدج الثانيه بتاعه السلندر دي عامل واحده اللي هي بتمثل اللي فوق، واللي بتمثل اللي تحت مش عاملها. والصوره دي ده موقف الويب على، المفروض الويب بيقف عند نهايه السطح ده، هو موقفه هنا. اذا الاجابه ديت هي اللي صح. نبص للبلان. البلان الاولاني ده فيه غلطه ان الايدج دي والايدج دي مش واصله للاخر زي زملاته، اللي هي ده وده اللي ريبريزنتنج الخط ده وريبريزنتنج الخط ده. طيب نشوف تاني ده، الله ده مفيش هنا خط. يعني ايه مفيش خط؟ يعني معناه السطح ده والسطح ده في مستوى واحد، مفيش كسره بينهم. طب السطح ده اللي ايه؟ اللي هو الويب. والسطح ده اللي ايه؟ اللي هو الحيطه الوول اللي ورا. الله طب ده مستوى وده مستوى، ده لازم يبقى فيه هنا خط، اذا دي غلط. نشوف اللي وراها، هنا مفيش خط بين الويب وبين الاسطوانه، معنى ان الاسطوانه والويب في مستوى واحد، لكن انا لو بصيت ادي الاسطوانه وادي الويب، الاثنين مستويين مختلفين، يبقى لابد منهم خط. اذا هنا مفيش خط يبقى هنا غلط، تبقى الاجابه بتاعتي هي الاجابه دي. وانا بحط هنا اهوت الاجابه هنا دي، الاجابه هنا ايه، الإجابة هنا بي. ممكن تطلع واحدة من دولت غلط خالص، يبقى كاتب لك هنا نن، تختار النن. دلوقتي هنتعرض للنوع الثاني من المسائل تايب 2 اللي هو ما فيهوش بقى الايزومتريك، بيديني تو فيوز وأنا بحاول أستنتج إيه المسقط الثالث. برضو بنفس الأسلوب اللي اشتغلنا بيه، هنشتغل مرة بالسكيل دروينج ومره
أخرى بالإم سي كيو. هنشوف الكلام ده. مثال الأولاني ده مديني for the given elevation and the plan، مديني elevation، مديني plan، draw the missing side view، عايز السايد فيو. لابد من في البداية إن أنا أقسم مجهودي وأقرأ الرسمة كويس قوي وأقسم كذا يونت، لأن زي ما احنا قلنا رحم الله امرئ عرف قدر نفسه، أقسم كل حاجة لوحدها. لو أنا بصيت هنا هلاقي إن الجسم ده مكون من بارت 1 اللي هو البيز، أدي البيز أهي، ثم بارت 2 اللي هي السلندر دي، هي في البلان وهي في الإليفيشن، ثم بارت 3 الجسم اللي ورا ده أهو. أنا عندي ثلاث أجزاء. يلا بينا نشوف نستنتج جزء جزء. نعمل إيه؟ أرسم بارت 1 في الإليفيشن، أنقله من هنا، وأرسم بارت 1 برضو من البلان، أنقله من هنا، ثم أستنتجه في السايد فيو. أنا هنا حاطط جنبي رأس السؤال عشان أنا دلوقتي هشتغل بارت 1. بارت 1 في الإليفيشن، يبقى أنا مجرد إن أنا بنقل المستطيل اللي قدامي ده وبنقله في البلان. آدي الشكل بتاعي أهو، وناخد بالنا من الحتة الكيرف دي، ثم أعمل الهول اللي موجودة هنا في البيز بتاعتنا أهي، وكمان رسمتها هنا. الاتنين دول لغاية دلوقتي أنا ما استنتجتش حاجة، أنا عملت فوتو كوبي لبارت 1 في الإليفيشن وبارت 1 في البلان. أبدأ بقى أقول أجيب بارت 1 في السايد فيو. بارت 1 في السايد فيو هيبان بالارتفاع زد ده اللي هو تي يونت، والواي كلها أهو. لكن لما أبص من هنا هلاقي الإتش دي كسرة موجودة على بعد كام واي؟ 1 2 3 4 5 6، يبقى على بعد 6 من هنا واي، أروح جايبها أهي، أدي الإتش دي وأنا شايفها ستريت. بعد كده أبص ألاقي الهول اللي موجودة هنا دي، بدأ من أول النقطة دي واي بواحد من الوش، ومنتهية بعديها 1 2 3 4 5، يبقى هتبان سن هيدن لاين على بعد 1 وزميله على بعد 5. يبقى الكلام ده ريبريزنت الهول بتاعتنا. خلصت انا السايد فيو بتاع بارت 1، ابدا ادور. ادي بارت 2 اللي قدامي، السلندر دي والسلندر دي، ارسمهم في الجيفن فيوز الاول في البلان اللي هو سيركل وسيركل وسيركل، سيركل بتاع السلندر دي والسيركل التانية والهول، وفي الإليفيشن ادي المنظر بتاعهم اهو. وطبعا ما اسهل الشكل الاسطواني، مديني ريكتانجل ومديني سيركلز، يبقى اللي فاضل هو ريكتانجل. المهم ان انا احدد البوزيشن بتاعته. البوزيشن بتاعته بيبدأ على بعد واحد واي من الإتش دي، الإتش دي اللي هي الأولانية دي على بعد واحد واي، يبقى هرسم نفس الشكل ده، يبتدي من النقطة دي اهو نفس الشكل. ما انا عشان كده قلت لك في مسبق ايه ده، الاسطوانة بيبقى مديني مغششني الاجابة، فهنا اداني ريكتانجل واداني سيركل، يبقى اللي فاضله ريكتانجل فوتوكوبي بس، او اشوف البوزيشن بتاعها. بدأ من اول واي بواحد من الاتش دي، ادي الاتش دي اللي هي دي، واي بواحد اخش بواحد واعمل نفس الرسمه اللي هي دي. يونت 3، يونت 3 اللي هي الاسطوانه دي ودي 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 والجسم اللي ورا ده كله، التلاته دول مع بعض. جميل. ارسم يونت 3 في الاليفيشن ثم في البلان، وبعدين استنتجها في السايد فيو. في الاليفيشن اهي، ادي الخط ده اللي بدأ من هنا بواحد والربع دايره، والجسم بتاعي الوول اهو اللي هو موجود تحت مستطيل بتخانة 2، يبدأ من على بعد واحد من الإكس أهي اللي هي تحت دي، ثم في الكسرة دي أهي، الكسرة دي تحت دي. أما الأسطوانات هتترسم السيركلز وتحتيها
الريكتانجلرز بتاعتها. الريكتانجلر واحدة ريكتانجلر بتاعها ارتفاعه 2، واحدة الريكتانجلر بتاعها ارتفاعه 1. يبقى أنا لما استنتج بقى السايد فيو هقول الوول دي اللي هي الواي بتاعتها بادئة من هنا ب2، أهي بادئة من الوش ده 2 لغاية الزد كلها، أدي الريكتانجل ده، وهنا في كسرة قصاد دي وشايفها قدام عيني أهي. أما الأسطوانة دي، والأسطوانة دي ما أحلاهم، الإجابة موجودة، سلندر ريكتانجلر، يبقى هنا ريكتانجل خلاص، يبقى قصاد دي في الريكتانجل ده وفي الريكتانجل ده، ده اللي واي بواحد، أما ده اللي واي من هنا باتنين، وجواهم الهول بتاعتهم الهيدن لاين، ادي الهول وادي الهول. منتهى البساطة انك انت عملية تركيز الشغل وتفتيت الشغل، الاناليسيس بتاعنا هو المهم جدا اللي بيسهل عليك العملية بسهولة. لكن لو انت اخدت رحت ناقل الاليفيشن كله مرة واحدة وناقل البلان كله مرة واحدة، هتحتاس في السايد فيو، مش هتعرف تكفي، اكيد هتغلط. مثال تاني هنا على التعرف على المسقط التالت باستخدام الام سي كيو. مديني اليفيشن ومديني سايد فيو وبيقول لي مين في دولت البلان الصح، فانا برضو هتخيل الجسم وهستنتج المساقط بتاعته في راسي، وابص هنا، ابص للحاله الاولانيه ديت وادقق فيها يا ترى ايه الغلط. هنا في ويب اهو، الويب ده مع الجسم مع الاسطوانه، واحنا قلنا قبل كده ان بين الويب والاسطوانه مفيش، وبين الجسم مفيش اي خط لا هيدن ولا ستريت، يبقى اذا ادي غلطه موجوده. نيجي هنا الجسم، الكسره بتاعتنا دي والكسره بتاعتنا دولت المفروض يبانوا هيدن لاين اهم صح، لكن في المسقط ده مش منقصهم، مش مخليهم للاخر، اذا هنا في غلطه وهنا في غلطه. لو بصيت لهنا الويب بيوصل لغايه الظهر بتاع الاسطوانه اهو، لكن هنا هو موصل الويب للاخر خالص، يبقى هنا في ميستيك. لو بصيت تاني للشكل بتاعي ابص تلاقي هنا في غلطه، ليه؟ لان خلى الجسم ده والاسطوانه دول خلاهم مستوى واحد، لكن المفروض يبقى في خط بينهم هنا زي ده، ولا حطه هنا ولا حطه هنا. لو بصيت للغلطه اللي هنا، الله ده الويب واقف لغايه نهايه الاسطوانه مش واصل للاخر، ده موصله للاخر وكمان رسمه هيد لاين. اذا الحل بتاعنا الصح هو المسقط ده. الامثله دي او الحاجات دي يمكن انا بشرح منها واحد بس في المحاضره، لكن انا هبعت لكم عدد كبير من الامثله المحلوله على الموضوع ده، ويلي تكمله المحاضره ثلاث امثله محلولين، حاول ان انت تمشيهم بايديك وتشوف الاجابات بتاعتك صح، وهبعت لك بعد نهايه الاسبوع عدد من المسائل المحلوله اللي تساعدك، وهبعت لك كمان الشيت. شكرا، وان شاء الله موفقين، وربنا ان شاء الله يشيل الغمة عن مصر وعن شباب مصر، وان شاء الله تكون المحاضرات ديت بادرة خير، ان المكتبة الهندسية بتاعتكم تبقى موجودة عندك محاضرات لكل الاساتذة، وتقدر تطلع على افكار اكتر وعلى طرق اكتر للشرح، وان شاء الله موفقين، والسلام عليكم.